ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله أن يفرد الله ولا يجعل معه شريكا. Monoteizm to jest ucinić Allaha jednego, wyobrazić go jako jednego, jednego Boga i nie dodawać mu żadnych towarzyszy. Labud an yufrad Allah bi anwa' at-tawhid ath-thalatha. Jest jest bardzo ważne, żeby musimy w, 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 Uczynić Allah jednego poprzez trzy czynniki e, monoteizmu. Pierwszym tym czynnikiem, pierwszym tym rodzajem jest Tawhida e, Rububiya, Tawhid zwierzchnictw, e, monoteizm zwierzchnictwa, monoteizmu, zwierzchnictwa panowania Bożego. To jest e, الله سبحانه وتعالى هو خالق ولا خالق إلا الله الله يستفرضم إني ما إلنا جو يقتلك الله الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ولا رزاق إلا الله الله هو التين الذي لا يمتلكه غيره نعم النوع الثاني من أنواع التوحيد دره 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 توحيد, توحيد العبادة ما هو؟ يستو من هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نعبد إلا الله. الله الله. لا ندعو إلا الله. Nie, nie prosimy jak tylko Allah. لا نذبح إلا لله zwier لا نخاف إلا من الله الله لا نصلي إلا لله الثالث من أنواع التوحيد rodzaj, e, توحيد الأسماء والصفات ما هو لابد ان نثبت لله سبحانه وتعالى الاسماء والصفات الوارده في القران والسنه ننزه الله e, e, سبحانه وتعالى عن مماثله الخلق لا يمكن ان يكون الخالق الكامل مماثل للمخلوق الناقص nie jest możliwe, żeby coś z tego, co jest stworzone, było porównywalne do Allah, Stwórcy. Allah wie najlepiej.